هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة وصول رجال الحرس الملكي إلى قمة إيفرست، مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز الكبير يعكس مدى حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بأبطال البحرين في رحلة الصعود إلى قمة جبل إيفرست. وقال سموه إن هذا الإنجاز الذي صنعه رجال الحرس الملكي لهو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا بالوصول إلى قمة إيفرست، وهم بذلك يثبتون للعالم أجمع بأن أبناء البحرين بتحديهم وإصرارهم دائما ما يسطرون بعزيمتهم وطموحهم قصص نجاح نحو بلوغ الهدف المنشود. مشيدا بالجهود المستمرة لسمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في تحقيق هذا الإنجاز الوطني. كما هنأ سموه أعضاء الفريق بهذا الإنجاز الكبير الذي حققوه بالوصول إلى أعلى قمة في العالم، مثنيا على الجهود التي بذلها أعضاء الفريق خلال مهمتهم في تسلق الجبل ورفع علم البحرين عاليا على قمة إيفرست.